شكرا جزيلا لك زميلي الاخضر بريش، والشكر موصول ايضا لكل الضيوف الاعزاء، وموصول ايضا لكل الاخوه والاخوات في كل مكان تصلهم قنوات بين سبورتس، تصلهم صورتنا وصوتنا للحديث عن الحدث الافريقي الكبير الا وهو وصول الجزائر الى نصف نهائي كاس افريقيا في مواجهه نسور نيجيريا، المحاربون امام النسور من اجل ورقه الترجح لمواجهه السنغال للأسف في المباراة النهائية يوم الجمعة المقبل هنا على نفس الملعب في القاهرة. طبعا وجوه مبتسمة وليست مقبوضة تماما هذه التي لمسناها وشاهدناها على وجوه اللاعبين الجزائريين عندما تشاهد جمال بالعمري وهو في حضور مباريات مصر، ولكن هو حضور محترم بأجسادهم وبعقولهم وبقلوبهم مثل ما هو حضور مصري في كل بيت مصري، طبعا بكل هذا الوفاء وهذا الحب وهذا التقدير للمنتخب الجزائري الذي لقي كما سبق وان قلنا تعاطفا كبيرا غير مسبوق بالنظر لما فعله لحد الان. هذه الخطوات الاولى وهذه الاعلام الجزائريه ترفرف هذه الكاس يحملها العشاق والانصار فوق ايديهم وفي قلوبهم وفي عقولهم مشاهدي الافاضل. اجواء اللاعب الذي لعب اساسيا في مباراة تنزانيا وكان في الاحتياط في مباراتين اخريتين. تقنية الفار طبعا ستكون حاضرة مشاهدي الافاضل في هذه المباراة كما قررت الكاف ابتداء من الدور الربع النهائي في اجواء جزائرية مصرية رائعة في مدرجات الملعب، جزائرية مصرية افريقية كذلك في مدرجات استاد القاهرة الدولي الذي يرمز للرياضة والكرة. سمندي لمهدي زفان، مهدي زفان يبحث عن سفيان فغولي، تسترجع في وسط الميدان وفي خطأ. نعم حكم المباراة هو بكاري قاسما الحكم الجامبي. القائمة الثانية موجود أمامك المدافع الأوسطي كونغولو بالرأس، تخرج هذه الكرة محاولة الانطلاقة من يوسف بليري وجمال بالعملي يخرج هذه الكرة والحكم يقول لمسة يد لصالح المنتخب الجزائري على اللاعب صامويل موسى. راح موسى، راح موسى عنده الكرة الآن موسى واسماعيل يتفوق عليه فيبحث عن المراوغة، لم يمر نديدي في التغطية ويضغط يوسف مرة ثانية ويضغط اسماعيل بن ناصر كان يتفوق والكرة تروح تماس لصالح المنتخب. تابعين تروح الكرة مباشرة لجمال بالعمري يبحث عن من هنالك بغداد ولكن بعيدة يا جمال على بغداد، راحت مباشرة من لاعب شيكيزوي عرضية حذرية زفان راحت 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 موسى راحت الكرة أحمد موسى بعيد الكرة ليوسف بلايلي يلحق يوسف رقب يوسف دخل يوسف هيدا يوسف يوسف عند الكرة يوسف عند الكرة بلايلي يمر بلايلي يدخل بلايلي بابا جول يا طلبها رياض سفيان مازال راح رياض سفيان ورياض سفيان 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 يلعبها لرياض رياض يروح لسفيان سفيان وتوزيع أرضية والدفاع إخرات الأولى مهمة جدا هذه أنك تدخل من دون اندفاع كبير جدا لأنه المشوار طويل. تلعب مع رامي بن سبعيني على الجهة اليسرى طلبها يوسف البلايلي وين أبو نجاح يوسف البلايلي يحاول يفتح اللعب أكثر قدر ممكن حتى ينسي اللاعبين النيجيريين في جمال بالعمري يستفيد من خطأ يقول حكم المباراة من أمام إيجالو المعركة التونسية يا جمال لو يغلط أنا عيسى أنت بعيد هايلة من عيسى مندي مباشرة لبلايلي يلعبها بالراس في اتجاه بغداد دخل منطقة عمليات بغداد ويوسف يوسف يوسف وجول 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 سفيان وسفيان ورياض 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 التوزيع ياي ياي وجول ويوسف ما زال خطيرة وبا با 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 ارتاح رامي خليها ليوسف ارتاح ارجع يا رامي يوسف ما زال عنده الكرة طلبها سفيان اولولو
كادت توصل هذه الكرة في اتجاه سفيان والتغطية من هنالك منكسر تسديد تصدى الدفاع. خطأ كل حكم المباراة لإيغالو ولصالح عناصر المنتخب النيجيري. كنا لنا أهداف من كرة ثابتة اللاعبين النيجيريين، تقريبا 4 أهداف سجلوهم من كرة ثابتة. حذري حذري حذري، بعيد بعيد، راحت سلامات، راحت سلامات مباشرة. ضرعي حطها مباشرة لرامي بن سبعيني. رامي يبحث عن يوسف ويبحث عن بغداد، كرة في اتجاه يوسف، راقب كورته، انطلق يوسف وفي خطأ، انطلق يوسف وفي خطأ. بغداد وينك يا بغداد؟ اسماعيل بن ناصر والدخول من هنالك من عيسى، خطيرة، جول بابا 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 بابا. يا رامي فك موجود اوازيم، الكرة خطيرة، ولولا وجمال بن عمري بحركة كارتمان خرجها، رجع للخلف، الكرة المرفوعة في القائمة الثانية، حذري، اي 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 اي، والكرة بعيدة بالراس، راحت سلامات. هنا اسماعيل يدعبني يوسف، اي اي اي، راح يوسف، راح يوسف، راح يوسف، راح يوسف، با 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 با، رائعة يوسف. رياض مرة ثانية، رياض المضايقة عليه، ما زال عنده الكرة، رياض يدخل من الوسط، راح يوسف بلايدي، كرة ممتازة ليوسف، اوه الحكم خلى اللعب، وانطلق من يوبي، كرة خطيرة، يوبي راح، واحد يروح له، واحد يروح له، تلعب لأحمد موسى، لازم له مساعدة، أحمد موسى وبين أحضان الرئيس، أحمد موسى، راح يوسف بلايدي، إسماعيل بن ناصر محاصر، إسماعيل بن ناصر والحكم يقول خطأ ضد إسماعيل. والانطلاقة نيجيرية، حذري من التوغل عن طريق اللاعب شيكويزي، والتغطية الدفاعية من جمال بن عمري مع يوسف بلايلي، راح رياض يا يوسف وراح سفيان، كرة ممتازة، اي 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 لبغداد، والكرة الناصر يقاوم، راحت مباشرة لإيتيبو، انطلق إيتيبو، يوصل إيتيبو، إيتيبو، إيتيبو مع سفيان وجمال، اوه على مرتين، وسفيان مرة ثانية يلعب مع أتلافو أو أزيام، وعدلان يتمكن من إخراج هذه الكرة مباشرة في التماس لصالح المنتخب النيجيري ولفرح أوازي. الكرة البعيدة لأحمد موسى، رقبها، حذر يا زفان، حذر يا زفان، يتفوق بروعة زفان، يلعب مع سفيان، سفيان يرجع لزفان مرة ثانية، يا لها من ثقة، يا لها من ثقة، ويا له من وريا. جميل كولينز، حذري، حذري من ايوبي، حذري من ايوبي، خروج عدلان قديورة بقوة، يتفوق عدلان وفيه خطأ، يقول حكم المباراة. جاء إلى الحفاظ على توازن الدفاعي، كرة بعيدة، يوسف بلايلي، رجعت للحارس أكبيوي، يرسلها بعيدة، رامي بن سبعيني بالراس، خلى الكرة فيها زفان، مهدي زفان يرجع لسفيان مرة ثانية من الوسط، سفيان، سفيان وزفان، رجعت له مرة ثانية، يطلبها رياض، زفان دخل، زفان مازال، معلش، تيبو في وسط ميدان منتخب نيجيريا، رجعت للخلف اتجاه الحارس وبغداد يضغط، كرة بعيدة لرامي بو جمال، جمال بالراس يخرجها مباشرة لعيسى مندي، يخرج هذه يا عدلان، عيسى مندي، الكرة الأرضية لسفيان، هاي كرة جول، هاي كرة جول، هاي كرة جول، يا رياض، يا رياض، رياض، أولالا، كرة من هنالك لجميل كولينز في التماس، التغطية الدفاعية من زفان، التفوق من سفيان، والحكم يقول خطأ لصالح عناصر المنتخب النيجيري. إيوبي عنده الكرة الآن، رامي دوس، ترجع الكرة هذه عن طريق يوسف بلايلي، يبحث عن بغداد، كرة ممتازة، بغداد بنجاح، با 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 جول، يا بغداد، من جمال، ليس هناك خطا، ما زال اللعب، الكره من احمد موسى والحكم يقول لمسة يد، الكره من احمد موسى والحكم يقول لمسة يد لصالح قبل نيجيري. صعبه كثير، صعبه كثير، صعبه كثير، صعبه كثير، صعبه كثير، رايس صعب علي، مش على رايس، صعب علي، مش على رايس، هذه الكره وانطلق من بغداد بنجاح على الجهه اليسرى حول المرمى، وين رايح، وين رايح، وين رايح، وين رايح، وين رايح، وين رايح بغداد، ضربه جزاء يا سيد الحكم، الركنيه باليد، نعم طويله من احمد موسى، التغطيه الدفاعيه بالراس وعدلان، وراحت مباشره ضربه مرمى للرئيس. جمال مازال عنده الكره، يبحث عن الخطا، جمال بن عمري، مازال جمال بن عمري يبحث عن الخطا، والحكم صفره له في نهايه المطاف لصالح المنتخب الجزائري. حطها في الارض اسماعيل، راح سفيان، راح سفيان، راح سفيان، يلعبها لبغداد، با 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 بغداد، وبا با 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 با، خطيره، كره في الركنيه لرياض، من هنالك رياض، رياض خطيره، والدفاع يخرجها، رجعت يوبي، 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 كره خطيره، انطلاقه على الجهه اليمنى، يرجع رامي بن سبعيني في التغطيه، ايغالو، اغلقنا عليه، اغلقنا عليه، يوبي متسلل ام لا، والتغطيه الدفاعيه وعدلان يا رياض، التمريرات ليست هكذا، عدلان يرجع، ويوبي، يوبي، يوبي، راحت سلامات، 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 هاي كره صعبه، 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 اخذها رياض، 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 ارضيه وجول، إلياي، 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 بالكوري ماتش فيو،
مازال عنده الكرة، غلقنا عليه. تغطية دفاعية حذري من الخطورة، حذري يا يوسف، حذري بالالاف من الجزائر مع مرور الوقت. ضربة الانطلاق اعطيت الان من قبل حكم المحلة الان ايوبي. يا عيسى، رياضي بغداد، بغداد يلعب مع بن مع يوسف. راح بغداد، بغداد لا 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 عنده الكرة الان عدلان، كرة ممتازة لبغداد لا لا هنالك على الجهة اليسرى، يوسف يبحث عن بغداد، يوسف وبغداد والدفاع وبابا جيريا وانطلق على الجهة اليسرى. هاي كرة سريعة، هاي كرة خطيرة، هاي كرة خطيرة. الحكم يخرج لك البطاقة يا يوسف، الحكم يخرج لك عدلان بغداد، ايتيبو يلعبها في العمق، التغطية الدفاعية من هنالك عن طريق مهدي زفان، يا سلام بعيدة تماما، مازال عند الكرة يبحث عن المرور، رياض مر، رياض دخل يلعبها لسفيان، سفيان مازال لو 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 رايح اسماعيل، رايح اسماعيل، رايح سواب بن بول حيرس الكرة، عدلان أحمد موسى، مازال يلعبها من هنالك ورامي، مباراة من هذا النوع متفوقين بهدف مقابل صفر، ايوبي تصديرة، هاي كرة خطيرة، هاي كرة خطيرة، الكرة خطيرة ايوبي سلامات، ايوبي وسلامات، الكرة مرت مباشرة لضربة مرمى يقول حكم المباراة. ركز شوية يوسف، ركز شكويزي وريد عاودين يكون فيها الخير. اسماعيل بن ناصر في الوسط، حكم يقول خطأ للمنتخب الجزائري، كان قريب من اللقطة خطيرة، الكرة هذه لصالح عناصر المنتخب الجزائري لاسماعيل بن ناصر. هنا تقديم الرجل من قبل، اي تسلل الهتافي يوضع تسلل، كرة بالراس والدفاع ورياض وسفيان لا لا كرة بعيدة من مع أوميرو، الكرة البعيدة وجمال بعيدة راحت للتماس، تنفيذ التماس لصالح المنتخب النيجيري، كرة بعيدة بالراس، التغطية من عدلان قديورة خرجها في روغو، يوسف يزال، يوسف باليمنى، يوسف باليسرى، يوسف يوزع، ما زال عند الكرة، رجع للخلف ناحية تيتيبو ضربة فيد، جزاء، يقول ضرب الجزاء حكم المباراة، نعم يقول ضرب الجزاء. روح من هنالك يا رئيس، يقولوا جول، قلت لك روح من هنالك يا رئيس، يقولوا يعدل النتيجة لمنتخب نيجيريا، نعم يعدل النتيجة للمنتخب النيجيري. معليش خرجوا لنا الآن ما يوجد في قلوب